اليوم المتابعين راح يتحكموا في حياتي لمدة يوم كامل. ليش سويت كذا؟ عشان يحبكم. سألت المتابعين في الانستغرام ايش راح اسوي اليوم، وهذا كان اول شيء يبغوني اسويه اليوم. يلا يا ريان نصحى من النوم اليوم المتابعين حتى. ريان خذ اشرب مويه، اشرب مويه. وهنا كانت الصدمة. كده سوينا اول شيء اليوم وشربنا مويه. طيب يا عيال زي ما شفتوا بعد ما شربنا مويه فالحين لازم نطلع. طيب انتوا وين اخترتوا نطلع؟ زي ما تشوفوا طالع لكم هنا مكتوب انه سوق الجمعه والعماره المهجور اللي حنروحها الثنتين نفس الشيء. اتوقع لازم نجيب واحد من المتابعين يختار اي واحده من الثنتين اللي تعادل. هلا والله. نبغى واحد من المتابعين المشتركين عشان تصير مكانه. سوي اشتراك يا حبيبي، سوي اشتراك. وين نطلع وانت؟ عمارة مهجورة. عمارة مهجورة؟ نعم. متأكد؟ يس يس. طيب قبل كل هذا ايش نلبس؟ زي ما تشوفوا التصوير اللي طلع لكم هنا مكتوب ايش نلبس، واخترتوا انتوا انه كل قطعة لون، فخلينا نلبس ونوريكم قطعة، وراح نخلي عبود يختار لنا طقم الملابس، فبسم الله نلبسها. اوه هاي اول بلوزه اختارها عبود لونه بنفسجي، وهذا البنطلون مع بلوزه بنفسجيه. يعطيك العافيه والله، يعني الصراحه شكلك مودل. انت مودل؟ طبعا يا حبيبي. خلينا نروح للشوز الحين نشوف الشوز. طيب الشوز كيف راح يجي؟ نفس البلوزه والبنطلون. يا ويلي زي ما تشوف هذا الطقم. والحين ايش لازم نسوي؟ روح العماره مهجوره. يا الله وصلنا العمارة المهجورة زي ما تشوفوا كذا المكان مسكر، سكروه، فراح نحاول ندخل. بعد محاولات كثيرة وحنا قاعدين نحاول ندخل العمارة المهجورة عرفنا انها مسكرة ومستحيل ندخل، فقررنا انه ندور على عمارة مهجورة ثانية. طيب شوفوا يا عيال وصلنا. اوبا في واحد نايم، بسم الله. الحين حنحاول نطلع يلا يلا يلا. هنا كان المفروض اسانسيل. هنا زي ما تشوف ما في شيء. بس اوكي تعال نطلع الطابق اللي بعده. عيال الحين لقينا بشيء مجنون بهذا الطابق، ما ادري ايش هو موجود. تعال تعال نوريك. تعال يمه في صوت. ها هو. ايش لقيت؟ ايش محطوط هنا؟ خايف افتح. اسمع. افتح. افتح. اسمنت. تعال نوريكم الفيو شباب. ارجع في شرطه، في شرطه الزبنه. عين راح نتغدى وقلتوا لي نتغدى بماكدونالدز. ليش ماكدونالدز؟ من اول مقاطع زي ما كنتوا تشوفوا كنت دائما اصور في ماكدونالدز، مو اعلان لا لا، كنت ابغى اشوف ايش قاعدين يسووا، كيف قاعدين يبيعوا هذه الاشياء عشان اقدر اسوي مطعم زيهم واتفوق عليهم. كان تساعدوني نسوي المطعم حقنا، فعلنا خاصيه الانتساب، يمديك تنتسب القناه، يمديك تحط شكرا، تعطينا دعم عشان نقدر نسوي مطعمنا. لازم تشترك وتحط لايك وتنشر المقطع بكل مكان. خلينا نعطيكم معلومه عن ماكدونالدز. ماكدونالدز يا عيال الزيت حقهم يستخدمونه للطيارات. تخيلوا انه زيت ماكدونالدز للطيارات واحنا ناكل منه، فالحين راح نروح ناخذ البطاطس حق ماكدونالدز. فيلا بسم الله. طيب يا عيال وصلنا ماكدونالدز، ممنوع التصوير، فانا اصور لون حديد. واحنا قاعدين ننتظر الطلب ابغى اقول لكم انه في اخر المقطع سوينا شيء ما كان احد يتوقعه. تابع المقطع للنهايه عشان تعرف ايش سوينا. جبنا الماكدونالدز الخضر اللي قلتولي عنه. ما قلتولي وين راح ناكل؟ زي ما تشوفوا هذه الخيارات طالعه لكم، في اكثر من واحد. اكل الزيت طيارات بالصحراء. كيف حنروح الصحراء؟ يلا واحد اثنين. زي ما تشوفوا حنا وصلنا عند الاحصنة، راح نسوي اشياء مجنونه. راح تاكل بطاطس وانت راكب حصان، ما في احد سواها. ما تعال هلا خش جوا. تعال خليهم. ايوه هذا اسمه حصوني 39. في شيء هنا بوني. بوني؟ هذا هذول ما راح نركب، هذول يعني المبتدئين، انا اكسبرت يعني انا خنفشاري. هذا العم، هذا عم الجميع طبعا. هذا حقي يعني انا وياه كذا. ايش اسمه؟ عبد الرزاق. عبد الرزاق. فالحين حنركب مع عبد الرزاق ناكل بطاطس. بسم الله عبد الرزاق هجت معاه ويلا كذا. ايوه
طيب يا عيال الحين ركبنا الخيل وراح ناكل بطاطس. ما اتوقع انه شفت احد راح ياكل بطاطس وهو راكب خيل. انت شفت؟ ما حد شاف. فبسم الله كذا صورنا على انا الكابتن بتاعك. احنا كابتن. احنا كابتن. يلا بسم الله. اسحب. ايوه اسحب. احنا قاعدين نركب الخيل. اذا ما حطيت لك اشتراك ايش قاعد تسوي؟ يعني بالله عليك شفت يوتيوبر مجنون قاعد يسوي زيي؟ خيل خيل اسمع صلي على النبي خليه يمشي خليه يمشي كذا يلا. انا اكسبرت يعني انا خنفشاري يما. فاذا انت ما حطيت لك اشتراك كل هذا عشان نسوي المطعم حقنا ونكون احسن من ماكدونالدز. البطاطس البطاطس البطاطس. وكذا سوينا التحدي اللي تحديتوني اياه. وزي ما تشوفوا هذا انا لما كنت صغير كنت اخاف اركب الحصان، حتى كنت مغمض عيني عشان لا اخاف من الحصان، مع ان الحصان كان لطيف جدا. الحين انا مع الحصان قاعدين ناكل بطاطس وفلين امه. ما في شيء بيوقف، استمر ولا توقف، ما في شيء مستحيل وتوكل على ربك. طبعا التحدي يا سلام. قبل ما نروح العماره المهجوره ابغى اروح عند ناس عشوائيين بالشارع اسالهم اذا انتم مشتركين عندي في القناه ولا لا، واذا مو مشتركين اخليهم يعطون التحدي. فيلا بسم الله. في واحد هنا، خلينا نروح نسال. تعرف واحد اسمه ريان شديد؟ يعني حاول تخمن من هذا ريان شديد. ايوه صح عليك. ايوه شوفني اقول له شباب يعني عرفني بس باقي تشترك. لا تشترك. وصلنا 100,000 مشترك راح نتبرع بشعري لمرضى السرطان. وخلينا نروح ندور الشخص اللي بعد. الحين الشخص الثالث اتاكي جوا السياره، فراح نروح نساله اذا هو مشترك بقناتي ولا لا. تعرف واحد اسمه ريان شديد؟ ريان شديد. للاسف شباب اتوقع لازم نسوي خطه باء عشان نقدر نسوي التحدي. جايب لك في شخص هنا تك على الجوال واضح انه على عليه اليوتيوب. فالسلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف واحد اسمه ريان شديد؟ هلا. ما تعرف؟ طيب ريان شديد هذا انا اسوي اشياء مجنونه. اسمع وقت تشترك بالقناه ريان شديد اشترك بالقناه وكذا صار واحد من المشتركين. فايش عندك تحدي تبغى نسويه؟ تحدي دقيقه هاي بدها تفكير. دقيقه افكر. لا هاي بدها تفكير. شباب انا عم نتحدى تحدي صراحه. اوكي تروح على عبدون. واو. او على عبدلي. ايوه. سكريم از لاود از يو كان. ايش رايك اسويها فوق بدل ما اروح على عبدلي لانه عبدلي كثير بعيد. فايش رايك اطلع فوق واصير اصرخ انا كلمه من عندي ولا انت تعطيني؟ عندك. ذن فخلينا نطلع فوق. وصلنا بعد تعب. هذا الممر شوفه ما في الا انا. خلينا ناخذ نفس عشان اعرف ايش راح اقول. كل هذول الناس راح يسمعوني انا اصرخ. بسم الله الرحمن الرحيم. متوتر. لا تنسى اللايك والاشتراك. يلا سويناها. يلا نروح للتحدي اللي بعده. شكرا لكم، شكرا للمتابعين عشان تحدوني التحدي المجنون. واذا عندك اي تحدي انك تشترك في القناه تحدينا تحديات زياده. والشيء اللي بعده طلبتوه مني طالع لكم على الشاشه وهو تحدي. فهذا التحدي راح نسويه والحين قلت لكم اياه على الخيل. ويلا بسم الله نروح. كذا وصلنا لاخر شيء طلبتوه مني اللي هو اخر اليوم اللي هو انام. يعطيك العافيه على المشاهده. تصبحوا على خير. السلام عليكم. طبعا درجة الحرارة 40. احنا قاعدين نسلق. يعني لو اقدر اسلق بيضة كان سلقتها. قاعدين نسلق لكم مقاطع. فانسى لك اشتراك حبيبي. ايش يا بابا.